السلام عليكم. الفنان صيف أبو الهيل من بغداد من العراق. اخترت هذا المركز لأنه أفضل مركز زراعة شعر وتجميل أنف في مشهد المقدسة. يعني أنا تفاجأت بالخدمات، خدمات جيدة جدا من تحاليل، فندق درجة أولى 5 نجوم، مركز نوفين إيرانا من أفضل المراكز لزراعة الشعر في مشهد المقدس. وأنا هسه كملت تحاليل إن شاء الله، ويوم السبت الزراعة.